صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم وأمنا لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ورحنا في الأسر بنا تطوي الفيافي موطنا موطنا، يدعين والحادي يجد السرى، يدعين والحادي يجد السرى. يا حادي العيس ألا 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 ارفق بنا، يا حادي العيس أتدري بنا، يا حادي العيس أتدري بنا، ربات خدر لا نطيق العناء، ماذا عليكم لو مررتم على، ماذا 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 عليكم لو مررتم على سادات فهر قبل أن نضعنا، ساعة القشر يوم مروا بالمذاب كلهم عرايا والدريب من سافي الريح، ومن الحزن زينب تقوم ونوب نطيح وتصيح شاب الراس من عظم الرزين، ورمل على الجاسم هوت ودك صدرها تقل عروسك بن سعد يا ابني أسرها، وانت طريح طريح وجثتك ما حد قبرها، مدلل يا عقلي وبالثرى تبقى رمي. والله يا جاسم ذاب ذاب قلبي من ونينا، ذوبت قلبي لا تصد ليا بعينك
عريس يا ابني وللمقابر زافينك شخصك قبالي لوح كل صبح نادى بلسان الحال حل الدرع عني يا والده وتال كثر التوديع مني نسف الدماء وحر الشمس فتني وبهضني ومن التعب تدرين ما ظل جلد لي وليل على شبه النبي تلطم بالخدود من شافته مقطع فوق التروب ممدود وتصيح يا ابني لبستني ثياب لحدود انت الحنون شلون يا ابن قطعت اقلها تعتبيني وانا قلبي تقلى كثر الطعن يا والد بيش خلى روحي وخليني وقولي يخلف الله قالت يا بعد أهلي منين الخلف لي صوتك وياي وام الرباب تحوم هام وتدور طفل وتحن حنين ام الفصيل على شبل وكثر البجاء والله ذوبها ونحلها وتصيح ضيعني غريب الغار هالبيت إلك أنت اللي تقرأها أنا اللي ضيعني الوالي لا أهل عندي ولا بلاد يمي عني دعوة يا علي مطول ما تنجف زينب وهي عدها إنا لله وإنا راجعون قال سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه وأما حق أبيك فتعلم أنه أصلك وأنت فرع وأنك لولاه لم تكن
فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم بأن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك. الحمد لله والشكر، ولا قوة إلا بالله. هذه الليلة كان مقرر أنه نتحدث عن الصنف الثاني من صنوف الطهارة المائية وهو الغسل، وقد ارتأيت أن أرجئه إلى ليلة غد على اعتبار أننا سنتناول في موضوع الغسل غسل الجمعة وأحكام غسل الجمعة، فارتأيت أن يكون ليلة الجمعة ليكون أقرب إلى المناسبة وإلى التطبيق. فهذه الليلة إن شاء الله سوف أتحدث حول حق من الحقوق التي ذكرها الإمام زين العابدين عليه السلام، وهو حق الأب، وهذا أمر لا يقل أهمية بل إن لم يزد على سائر الأمور. وأبدأ حديثي بدفع اشتباه قد ارتكز في أذهان الكثيرين. لا يخفى عليكم يا إخواني أن الغالبية منا يظنون حينما يأتون إلى حق الوالدين أن حق الأم مقدم على حق الأب. مشكل أنت لو تسأل الآن أي واحد صغير أو كبير، حق الأب وحق الأم أيهما أعظم من الآخر؟ شو يقول لك؟ يقول لك حق الأم. من وين جبنا هذا أن حق الأم أعظم من حق الأب وأكثر خطورة من؟ الواقع أن هناك مجموعة من الروايات تصب في هذا المصاب، يعني جاءت بأكثر من لسان وأكثر من صياغة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. اجي مثلا بتعبير آخر، قد يكون الحدث تكرر لشخص آخر، وقد يكون الناقل نقل بصورة أخرى، بس ما يمنع أنه أكثر من شخص يسأل. أحيانا النبي صلى الله عليه وآله يقسم الحق إلى ثلاثة أقسام، يجعل ثلثين للأم وثلثا للأب، وتارة يقسمه أي يقسم الحق على أربعة أقسام، فيجعل الثلاثة أرباع للأم والربع الأخير للأب. هذا النص وغيره سبب انقداح في أذهان الكثير منا أن حق الأم أعظم من حق الأب، حتى البعض أحياناً يمكن هم من باب الملاطفة الأم أحياناً تقول للولد، تقول: ترى أنا أولى من أبوك، أنا لي ثلاثة حقوق، أبوك إلى حق واحد، والحال أنه حق مقسم. بس لا يخفى عليكم يا إخواني، وهذا ما سنثبته في أثناء الكلام، أن حق الأب أعظم من حق الأم، وراح يمر إن شاء الله بالأدلة. إنما علة التقديم أن النبي صلى الله عليه وآله قدم الأم على الأب، بل وكررها. التكرار ما يعني زيادة الحق، وإنما التأكيد على الحق، تماما مثل مثلا واحد يقول لك: توضأ ثم توضأ، يعني مو في حقك ثلاثة وضوءات، وإنما تأكيد. علة التكرار ما هو؟ علة التكرار حاجة الأم للرعاية، على اعتبار أنها مهيضة الجناح، على اعتبار أنها ضعيفة البنية، طبيعة حالة المرأة تقتضي أكثر، يعني هي
بحاجة إلى دفع عاطفي ورعاية أكثر من الرجل. الرجل حتى ولو عقه الولد شايل عمر مصطلح. الأم إذا تخلى عنها الولد من لها؟ من يرعاها؟ بس ما يعني هذا بأن حقها وإن بذلت جهدا وعانت معانا ما يعني أن حقها أكثر وأعظم من حق الأب. الدليل شنو؟ الدليل يا إخواني أن هناك مجموعة من الأحكام الشرعية صارت من حصة الأب ومن نصيب الأب دون الأم. يعني مثلا إذا توفي الأب يجب على الولد الأكبر من أولاده القضاء عنه فيما فاته. والشكل زين. طبعا أكو تفصيل في هذه المسألة أنا أعرض عن التفصيل. فيما لو كان مثلا الولد الأكبر مات، الولد الثاني هل يحل محل الولد الأكبر؟ أو فيما لو مثلا لا البكر باصطلاحنا بنت والثاني ذكر، هل أنه مخاطب؟ هذا التفصيلات أرجئها في محلها، ما أريد أنه أنصرف عن هذا الجانب، بس موجودة ذكرها الفقهاء بتفصيل. بس غرضنا أصل المسألة أنه يتعين على الولد الذكر من أولاد المتوفى أن يقضي عن أبيه. عن أمه شلون؟ عن أمه يقولون الأحوط استحبابا، ما خلوا حق الأم كحق الأب، مع العلم أنه لو كان حق الأم أعظم من حق الأب كان من الأولى بالقضاء؟ الأم لو الأب المفروض الأم، لكن صار القضاء من نصيب من؟ من نصيب الأب. نعم هناك رأي فقهي ساوى بين الأم والأب، لكن المشهور أن الوجود يقع في القضاء عمن؟ عن الأب دون الأم. احتاطوا استحبابا الفقهاء بالقضاء عن الأب. زين هذا واحد. ثاني من الأدلة أنه يسوغ للأب أن يأخذ مال الولد. ليش؟ لأنه أكو قاعدة، الولد وما يملك لمنه؟ لأمه، لخصوص أبيه. الولد وما يملك لأبيه إلى غيرها. أكو هناك أحكام متصيد منها أن حق الأب أعظم من حق الأم، ونحن لا نقلل من قدر الأم، لا بالأخير هي أم، يكفيها أم، يعني أصل الإنسان، ولها الحق الوافر ولها الحنان ولها الرحمة، لكن خطورة الحق هذا المن لأب. أنت تقول لي الآن ليش مو الأم هي اللي تعبت؟ هو الولد الأب شال في بطن ولد 9 أشهر، عانى طلق، عانى نفاس، صارت حياته مهددة في أثناء ولادة كالأم. لا، الجهد كله منصب على من؟ هذا دائما منقدح في أذهاننا، أن هي اللي تعبت، هي اللي حملت، هي اللي جابت، هي اللي رضعت، هي اللي سهرت، هي. بس لو جئت يا إخواني، من الذي أسس لهذا المشروع، مشروع العائلة؟ وأنا دائما حتى في القعدات أكرر على هذا الأمر. شوف احنا حضرنا كثير من عقود الزواج، هذا الشيخ مثلا المأذون من يقرأ صيغة العقد، زوجتك وأنكحتك موكلتي فلانة بنت فلان على ما تراضيتما عليه من الصداق وقدره كذا، شايف على شرط كذا. الولد شي يقول قبلت ذلك. قبل شنو؟ رد عليه. قبل الزواج والشكل. قبلت ذلك يعني قبلت الزواج بهذه الشروط. هو بس هذا يتصور أنه قبل أن تكون له فراشا؟ لو لا، قبلت ذلك يعني أوجبت على نفسي أحكاما لم تكن واجبة علي قبل. أنا ما أنا مطلوب بحق فراش، ولا أنا مطلوب بحق نفقة، ولا أنا مطلوب بحق مبيت. وقبل ما كان عندي أرحام إلا اللي أعرفهم، أبوي وخالي وعمي وعماتي وخالاتي. أنا من قلت قبلت ذلك صارت علي أحكام شرعية.
صار علي حكم في النفقة، صار علي حكم في المبيت، صارت علي حكم في المباشرة في وقت حدده الفقهاء، صار هناك أرحام، هذه مو بس هي، صار أبوها عمي، صارت أمها عمتي، صاروا ذول أرحامي. يعني الله لا يقول حتى لو حصل الفراق، وهذا كثير مو ملتفت إلى كثير من الأشخاص، لو الله لا يقول صار طلاق يبقى الأب وتبقى الأم، يعني العم والعمة هذول أرحام لك، أنت مطالب بصلتهما وأنت مطالب. اليوم هذا موجود الحكي، ها اتزاعل اتزاعل ويا مرته، طلعت الحجية راحت بيت أبوها وياها الجهال، قالت لا تروحون بيت أبوكم ولا تسلمون على جدتكم ولا على جدكم، وبدال ما تصير صلة رحم شو تصير؟ قطيعة. صحيح لو لا حجي؟ إيه. هذا إذا ما شحنت قلب الأولاد تقول ترى اللي فرق بيننا جدتكم واللي فرق بيننا جدكم، ترى عمتكم هي السبب، ترى خالتك هي السبب. زين هذول حتى بعد الانفصال الله لا يجيب، أنا ما أريد أفتح باب ثاني بس أقول لك هذا من الأمور المترتبة. شايف؟ هذا حتى لو صار انفصال يبقى الرحم قائم. شلون يبقى الرحم قائم؟ يعني هذا المطلق الذي طلق زوجته هل يجوز له أن يتزوج بأمها بعد الطلاق؟ لو إيش؟ لأنها بعد هي عمته، خلاص حرمت عليه، ومدام حرمت عليه يعني رحم له مو رحم، لابد عليه أن يصل عمه وأن يصل عمته وأن يترحم عليهما إذا مات وأن يزور قبرهما بعد موتهما. شايف؟ هذا من يقول قبلت ذلك، يعني أسس لمشروع، أوجب على نفسي أحكام شرعية لم تكن واجبة. فالواقع إلا صار متسبب في تأسيس عناء المرأة حتى تنجب ولدها. هذا منه صاحب الفاضل؟ هو الأب. غير احنا بأن المرأة إذا ماتت في نفاسها ماتت شهيدة، ومن ضمن الأجساد التي لا تبلى بعد الموت، هذا راح يمر إن شاء الله في ليلة غد في فضل غسل الجمعة، أنه المواظبة عليه تقي الجسد من هوام الأرض، وذكرت الرواية 10 من الصنوف من ضمنها المرأة في نفاسها. المرأة في نفاسها إذا ماتت وكانت مؤمنة، الله عز وجل في بعض الأحيان كتكريم لجهدها يقي بدنها من هوام الأرض. لكن هذا منو اللي حصلتها الفضل؟ هذا من وين؟ منو المتسبب الذي لولاه لم تكن أما؟ منه هو الأب. ولهذا صار الأب هو صاحب الحظ الأوفر وصاحب الحق الأعظم. ولهذا يا أحبائي ليلة إلي غرق من هذا الموضوع، لا يخفى عليكم في كثير من المجالس التي نقرأها يجون أشخاص يكلمون يقولون شيخنا أكو أشخاص عندنا في الحسينية في المسجد، الله موفقنهم أنهم يصيرون خدام الحسين، الله موفقنهم أنهم يصيرون مثلا من المواظبين على صلاة الجماعة والجمعة، من الموفقين مثلا في الحضور في الموكب، لكن عند سوء تعامل مع أهله. وإخواني إذا مأتم الحسين ومنبر الحسين ما ربان، من اللي ربان؟ أنا بمقدوري أنه أنا أجيب موضوع ثقافي أو فكري أو عقائدي، بس هذه الأساسيات يا إخواني ينبغي أن نسلط الضوء عليها خصوصا بالنسبة إلى أولادنا. وأنا الليلة أريد أبين حق الأب وكيف نبر آباءنا أحياء وأموات، وأنا جاي بالتدريج. انظر إلى قيمة الأب وإلى خطورة عقوق الأب والمستجاب له. أكو دعاء الليلة إن شاء الله بعد المجلس حتى قبل النوم تصفح مفاتيح الجنة، أكو دعاء يسمونه دعاء المشلول. مر عليكم، شوف من تقرأك وعندك دعاء يستشير، دعاء الصمات، دعاء كميل، دعاء الصباح، دعاء القاموس، دعاء سيف يسمونه، دعاء الجوشن الكبير الجوشن الصغير. عندنا من ضمن الأدعية دعاء يسمونه دعاء المشلول، وهذا من أسرار أهل البيت لأن فيه الاسم الأعظم. ولو تقرأ في فضل هذا الدعاء ما دعا به مديون إلا وقضى الله دينه، ولا مريض إلا شفي، ولا مهموم إلا فرج الله همه،
ولا مكفوف إلا رد عليه بصره. قصة الدعاء شنو؟ قصة الدعاء أمير المؤمنين سلام الله عليه كان ذات ليلة في المسجد الحرام في مكة المكرمة ومعه الحسين ابن علي صلوات الله عليه. ما كل إمام الحسين يحكي يقول أنا قاعد ويا أبويا ونص الليل بعد النص تقريبا الساعة بالواحدة بالثنتين والطائفون خلصوا طواف بعد ينتظرون صلاة الصبح ناس من عندهم يصلون في زاوية وناس من عندهم ناموا والمكان مثل ما يعبر الإمام سلام الله عليه وكانت ليلة ديجوجة يعني شنو؟ يعني ديجاء ظلماء القمر ما بين آخر الشهر مبين الظاهر. يقول فبينما نحن كذلك وإذا بنا نسمع صوت شخص يستغيث بالله والصوت صادر من عند أستار الكعبة بين الركن والمقام. أمير المؤمنين عليه السلام التفت إلى الحسين قال ابن حسين بالعجل شوف هذا الذي يستغيث وهذا الذي يتضرع صوته مرتفع يناجي ربه روح جيبه ليفوتك اطلبه يا بني. يقول قام الحسين وجاء يتخطى النائمين حتى وصل إلى ذلك المتعلق بأستار الكعبة بين الركن والمقام. قال له من أنت يرحمك الله؟ قال أنا من بعض العرب. قال أجب ابن عمي رسول الله هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يدعوك. قال سمعا وطاعة سيدي أمهلني حتى أسجد لربي. سجد وقام بس يقول أشوف قومته مو قومة واحد صاحي حط إيد الإيد الثاني ما يقدر يرفعها. يقول وأشار إلى الإمام الحسين أن تقدم وأنا من خلفك. مشى الإمام سلام الله عليه وهذا الشاب يمشي وراءه حتى إذا أوقفه على أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال له أنت الذي كنت تناجي ربك بالأسحار؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. قال إيش صاير أنت بكاء وعويل وصوتك مرتفع الناس نايمة صاير؟ قال يا سيدي أشكو بثي إلى الله عندي ذنب والذنب صعب ولولا يأسي لظننت أن الله لن يغفر. قال وما ذنبك؟ قال يا أمير المؤمنين ذنبي عقوقي لوالدي. قال له أنت عاقل؟ وضعي صعب شوي. شلون وضعك صعب؟ قال له أراوي. يقول فكشف عن ثوبه وإذا بجانبه قد انشل تماما مشلول شلل نصف. قال له هذا من شنو؟ قال له أقول لك يا أمير أنا كنت بئس الولد لوالدي كان يدعوني وأعصي وكنت أرفع يدي وأضرب وكان يرجو لي الخير ويخاف علي حر النار فلا يزيدني ذلك إلا عتوا ونفورا. يقول ذاك اليوم أنا قاعد بالبيت حانت مني التفاتة فرأيت بعض الورق. الورق شنو؟ فضة يعني ظهر فلوس مجمعها أبو مسكين. فمددت يدي وأخذت مال أبي فبصر بي أبي فقال يا بني دع هذا تعبانين عليهم جمعين أصرف عليك وعلى أخوانك. يقول فما نعت أبي فوضع أبي يده على ماله. يقول فلويت يد أبي حتى كسرتها وأخذت المال وانصرفت. فرفع أبي يده الثانية الصاحية ذيك المكسورة ما يقدر يشيلها. رفع أبي يده السليمة وقال اللهم شل يده كما كسر يده. هذا جزى التعب هذا جزى الشقى. زين أنا جامع عنها هالفلوس إلمن مو على حسابه وعلى حساب إخوانه. يكسر إيدي اللهم شل يده كما كسر يده. يقول فما تحركت من مكاني حتى استجاب الله دعاءه
فوقعت مشلولا. نفس الوقت مستجاب. ظليت 3 سنين على هالحال، لا أقدر أنظف نفسي، لا أقدر أأكل نفسي. حتى أبويا صار يبكي، كسر قلبه بالأخير أبوه. قال لأبويا يسرك وضعي؟ قال لا يا ولدي، بس لحظة غضب وأنت ما قصرت. قال له ادعوا لي يا أبي أن الله يرفع عن ما أنا فيه. قال له والله من يوم الوقعت، من شفتك وقعت وأنا أدعو، لكن شو أسوي بعد؟ قال يا أبتي ما تقول، أحملك إلى مكان دعوت علي فيه، المكان اللي دعوت علي فيه أوديك إليه وتدعو في ذلك الموضع. قال له ما يخالف، أنا بس ما عندي طاقة. قال له بنفسي آتي بناقة وأركبك على الناقة وأنا أركب خلفك ونمضي إلى المكان الذي دعوت علي فيه. ظهر انتقلوا إلى مكان ثاني في 3 سنوات. ففي ذلك الموضع اجتهد يا أبتي في أيد في أن تدعو الله أن يفرج ما أنا فيه. قال ما يخالف. يقول فجئت بناقة عشراء، يعني سريعة، تعرف هذا بعد يقول علاجي، علاجي في دعوة أبي. صعد أبي وأردفني من خلفه، ومن شدة همتي يقول ما رد توقف، مستعجل على العلاج على الشفاء. فكان مسيرنا في الليل، ففر طير في الليل أمام الناقة، فرأته الناقة ففزعت فنفرت بنا، ووقع أبي وصار سقوطه على رأسه وقد أصاب رأسه الحجار. طاح مودنا يدعي إلي قبل لا أوصل، نفرت الناقة، طاح ومات. الآن منو يخلصني؟ خلاص أبويا مات وأنا في هذه الحالة، ولا أعلم هل غفر لي ربي أم لا. فلما سمع أمير المؤمنين سلام الله عليه رق لحاله وعلمه هذا الدعاء المعروف، اقروه يا إخواني، مجرب في شفاء المرضى، في تفريج الهام والغام، في قضاء الحوائج المتعسرة، لأن فيه الاسم الأعظم. أوله اللهم إني أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، يا من هو لا يعلم ما هو ولا أين هو ولا كيف هو ولا حيث هو إلا إلى آخره. اقرأوا الدعاء هذا. شاهدنا يا إخواني، الأب إذا غضب دعوة الأب على ولده مستجاب. ولهذا نحن نبحث أن نكون بارين بآبائنا. زين، كيف نكون بارين بآبائنا؟ أمر سريعا حتى أختم. أول حق من حقوق الأب، وأول طريق لبر الأب، ما أشار إليه الإمام زين العابدين سلام الله عليه في حديثه: وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصله وأنت فرعه. لا تقول أبويا خضار وأنا جبت الشهادة، لا تقول أبويا جاهل أمي وأنا صاير وزير، ترى لولا لم تكن. أي نعم، هذا كلمة الإمام سلام الله عليه، مو إنشاء. هو الإمام يقول: وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصله وأنت فرعه، وأنه وأنك لولا لم تكن. شوف كلمة الإمام سلام الله عليه: فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك. يعني شو؟ يعني مرات مثلا أنا حصلت الشهادة الثانوية جايب آخر الدرجة متفوق، بس منو اللي صرف علي؟ أبوي. مو صحيح؟ الآن أنا خلاص استقليت، أنا حصلت وظيفة ورحت قدمت شهادة، قدمت على ماجستير، قدمت على دكتوراه، شايف؟ هذا مو من تعب أبوي، أبوي ما صرف علي فيه، صرف علي للثانوية، الباقي من وين؟ الباقي من جيبي، أنا اللي سويت نفسي. وهذا البعض الشكل يقول مع الأسف، قلت ترى أنا اللي تعبت على نفسي، أبوي ما قصر صح، لكن للثانوية تالي ما شفنا ولا شافنا، شايف؟ لا،
لو لم يكن أبوك هو المتسبب. أنت وين؟ من مراجلك تطلع من ظهره؟ من مراجلك أنت شنو؟ ما كنت شيئا يذكر لولا هو علة، وإن كان علة غير تامة. شوف أهل البيت شلون يعلمونا العرفان للجميل. قال فمهما رأيت في نفسك من أمر يعجبك، يعني مو من أمر هو أبوك سواه، لا شيء أنت مسوينا لنفسك، فاعلم بأنه هو الأصل، هو أصل النعمة عليك. شيخنا أبوي كان بيعرسني على واحدة، الله لا يراويك الوحدة، هذه زوجتي أنا اللي مختارنها، أنا اللي مستنقنها. نعم، لولا أبوك لم تكن محل إعجاب هذه المرأة. إيه أبوك اللي سواك رجال، حست على إعجابها. فكل نعمة تراها عليك بعد الله الفضل يرجع إلى أبي، لأنه هو المتسبب. فأول حق يا إخواني أن تنظر إلى أبيك بنظرة العرفان. واحد بعد، أن تنظر إلى أبيك بل إلى أبويك بنظرة الرحمة، هذا من البر والعبادة. ولهذا ورد في الحديث نظر الولد إلى والديه بنظرة الرحمة عبادة. شلون يعني؟ كبرى ومساكين، أبوي صار عمره 80 سنة، أمي عمرها 75 سنة، الآن ما يقدرون يقومون، جايب أنا اللي أباريهم، أنا اللي أداريهم. إذا نظرت إليهما بنظرة الرحمة أقول ما تعبوا إلا على حساب هالبدل، حتى أصير رجال وحتى أفتح بيت وحتى أتزوج وأكون عائلة. هذه النظرة نظرة الرحمة عبادة، هذا حق من حقوق الأبوين. بعد من حق الأب شنو؟ قال أن تجعل نظرك في الأرض ولا تحد النظر في وجه أبيك. هذا مو صديقك اللي وياك قاعد في ميز في المدرج في الجامعة، هذا مو صاحبك اللي طالع وياه القهوة تقعد تسولف وياه، هذا صاحب فضل عليك. شوف انت لو تروح الى مسؤول توقف يقول لك انت منو، ظل واقف وانا قاعد، يا الله يؤذن لك بالجلوس، صحيح لو لا، وهو اليوم موجود باكر مو موجود، هذا صاحب فضل عليك، حقه ان لا تحد النظر في وجهه. طالع نزل راسك للقاعد. نعم استثني منها النظرة السابقة نظرة الرحمة، أطالع وأقول جزاه الله خير ما قصر تعب علي يا الله سواني، هذه النظرة مسموح، وإلا دونها لا، خلي عينك بالقاع. من حقي أن لا يعلو صوتك على صوته، لا مو بس لا يعلو صوتك على صوته، أن لا يكون صوتك مساوي لصوته. شيخ شيخنا اللي نتناقش، احنا نتناقش، شوف احنا قاعدين في الاتجاه المعاكس، احنا قاعدين، هذا هو الآب صاحب الفضل عليه، صوتك واخفض لهما جناح الذل من الله، هذا من حق الأب عليه. شيخنا انا على حق هو على باطل، شيخنا هو ينقل مسألة غلط انا صح، انت صح، هو صاحب الفضل، ما تعلمت الا البركه. بعد من حقه ألا تتقدم عليه في المشي إلا في حالة واحدة، تعرف شنو الحالة إلا أجازك الشارع أن تتقدم على أبيك فيها؟ شنو قال؟ إذا كنتما في طريق مظلم فتحمل السراج، أو لا إذا الطريق في حفار أمشي قدام أبوي حتى إذا في طيحة أنا اللي أطيح لأقيه، وإلا فيما عداه هو الذي يتقدم وأنت، بل من العقوق أن تجعل كتفك مساوي لكتف أبيك. وين حجي وين دور لي من هالعين، أطني 10-20 نفر إن شاء الله موجود. هذه المجالس إحنا نجيبها حتى الشكل يصيرون أولاد. أي نعم إحنا نذكر إخواني إذا ما ذكرنا آداب أهل البيت في المجالس وين نسمعها؟ ها هي هذه المفروض المجالس الشكل، هذا من ضمن حقوق. بعد أن يتلطف لهما وأن يوسع على شيخنا، ما يحتاج أبوي الحمد لله تقاعد
وفتح هو مقاول وعنده بيوت وعنده شقق مأجرة ما يحتاج، لا، من حقه أن توسع عليه. هذا اللي أنت عايش فيه كله ببركاته، هذا بجهده، لا تقول لي أنا اللي سويته، لو لا لم تكن زين. فإذا مات الأب تدري من الحق شنو؟ أن يظهر الولد الجزع على أبي. شيخنا أنا ما أريد أصيح، شايف بعضهم؟ بعضهم لا في الفاتحة أو في المغتسل لا يوقف مرتب ومعقل، يقول لازم شوية يكون أتصبر أتجلد، لا، هذا حق الأب. شوف واحد عادل لفاقد النام. ولهذا شوف في الكتب الفقهية والاستدلالية يذكرون أن شق الجيب محرم لأنه من الجزع، إلا في استثناءات. من المستثنيات شنو؟ أن يشق الولد جيبه على أبي، هذا يقولون ما يخالف بل يستحب. ولهذا لما استشهد إمامنا علي الهادي عليه السلام خرج الإمام العسكري صلوات الله عليه شاقا جيبه على أبي، حافي القدمين حاصر الرأس. واحد إجا إلى قال سيدي ابن رسول الله أنت إمام معصوم ما يخالف أبوك وتوفى خوشهي شاق جيبك، قال إليك عني. في بعض الروايات ما أريد أذكر هالكلمة، لكن شوف الإمام شنادة. المهم الإمام صرف وقال لقد شق موسى جيبه على أخيه هارون. هيقول هذا من حق الآن حتى أبين للناس أن اللي فقدته مو واحد عادي. زين، وإذا مات الآن ألا يقطعه الولد من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. وأريد أختم بهالعبارتين، خلاص مجلسي اكتفى، صار 40 دقيقة الآن من قريت الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الولد ليكون بارا بأبيه في حياته، بأبيه وأمه في حياته، حتى إذا مات قطعهما من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن فيكتب عند الله عاقا. ما يفيد شيخنا حججت أمي شلتها على كتفي وطفت بها، شيخنا أبوي طلعت بها، أنا اللي أدور بها من مكان لمكان عالجة، أنا اللي أباري. زين عقب ما توفى شلون؟ أكو شهر رمضان ختمت لأبوك ختمة؟ هذا أنت رحت لزيارة صليت لأبوك زرت عن أبوك؟ هذا أنت هاك جاي العطلة رحت العمرة خليت ثواب العمرة لأبوك؟ لا خلاص كافي غير انتهيت؟ لا ما انتهيت، تكتب والعياذ بالله يكتب البعيد عاقا. ولهذا سامحني بقول لك شيء، احنا عادة إذا واحد عند أبو في المستشفى وتوفى وجاء بعضنا يخلف عليه شي يقول له؟ خلاص راح وارتاح، والشكل يقولون للناس ارتاح وريح. شنو يعني ارتاح وريح؟ يعني خلاص المسؤولية ارتفعت عنك. منو قال؟ ابتدأت المسؤولية، لأن الأب في قبره قد يكون بحاجة إلى الولد أكثر منه في حياته. في حياتي الحمد لله رب العالمين أنا موفر لنفسي، قاعدت وخليت فلوس التقاعد ما احتجت لواحد من أولادي. الآن في القبور ينقطع عمل ابن آدم إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو إيش اللي صرفت عليه أو ولد صالح يدعو له. وإذا أردت البر بالوالدين تعال وانظر إلى أهل البيت: وما وجدت في التاريخ بارا بأبيك الحسين بن علي. الله، شوف ايش قد حبه لامير المؤمنين، ايش قد حبه لعلي بن ابي طالب. اخواني شباب اولادنا الليله بعد الصغار كنا قلوا حضورهم، بس هذول الاولاد نوصيهم الليله يا اولاد احكوا وياكم انتم اللي قاعدين الليله ان شاء الله تحبون روس ابواتكم. خلصوا المجلس ليله باكر بسالكم تعالوا علموا، كل واحد يقول لي شيخنا رحت لأبوي البارحة وحبيت رأسه الليلة. والكبار هم معني اللي أبوه موجود يطلب منه الرضا، واللي أبوه توفى يذكره هذه الليلة. إيه عجزت عن شيء ما أقدر أقرأ جزء،
ادعو لأبيك بالرحمة، قل اللهم ارحمه، ترحم عليه، هذا من حقوقه، من حقوقهم أنك من تقعد في مجلس تعزية وتتوفق للبكاء والدمعة أن تذكر أنه وكان لي والد هو أبا حسن. هذا كله ترى بركات أبونا. أنا من وين أجيب القعدة والدمعة حاضرة؟ ترى والله يا عمي أكو ناس ما يدري عن القرايات، يدزون له مسج حتى يجي يحضر وأنت تشوف نفسك بطواعية، هذا من وين؟ هذا الأب الصالح، هذا اللقمة الطاهرة اللي تعب عليها أبوه، جوع نفسه حتى يأكلك حلال وتجي تقعد في الماتم تبكي على الحسين، فلهذا هو شريك لك في كل دمعة تذرفها على سيد الشهداء. حسين بن علي كم ولد عند اسم علي؟ ها؟ كم ولد؟ قيل للإمام علي بن الحسين زين العابدين: ما أكثر ما سمى أبوك عليا؟ أشو أنت؟ أخوك علي الأكبر وعدكم علي الأصغر. تدري شو يقول الإمام سلام الله عليه بما معنى؟ يقول: لو ولد أبي الدنيا بأسرها لسماهم علي. بير، يقول هذا بير من حب لأبوه، لكن ماكو واحد وجع قلبه مثل هالطفل الصغير اللي سماه علي. لا تقول للعباس، لا تقول لعلي الأكبر. ترى بالروايات أنه لما دخل على الإمام زين العابدين يقول شاف الإمام زين العابدين أباه وقد تغير. قال: أبويا إيش صاير؟ الخيام اختلت، أنا أدري الخيام اختلت، وجهك بتغير. قال: يا ولدي قتل أخوك الرضيع. قال: لو حالك متغير على حساب أخوي الرضيع؟ قال: له إيه نعم. قال: فقط عمي العباس، فقط أخي علي الأكبر بالمعركة، وتصيح على الدنيا. لكن بعدي حتى يوم دخلت علي عقب ما فقط ولدي، عقب ما فقط ولد علي الأكبر، ما شفتك مثل هالحالة. قال: يا بني، لما وضعته على ذراعي وجئت أستسقي القوم الماء، صار بقلوبكم؟ شعدكم ويا الرضيع الليلة؟ عمي بعدنا ما قرينا المصيبة، والله الليلة ناوي أحرق قلبك الليلة صدق، يعني الليلة أريد دمعة غير كل الدموع اللي ذرفتها في الليالي. إجا الحسين يحمل رضيعه إلى المعركة، قال: يا قوم، إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ 6 أشهر ما مسوي شيء، سكت ما حكى. قال: يا قوم، هذا طفل لم يدري ما الغاية ولم يأتي بجناية، ما ضركم لو سقيتموه شربة من الماء؟ عطشان، والله يكسر الخاطر. هي الكلمة اللي يمكن راح تحرق قلبك، من العطش جف لسان الرضيع، صار يعض على لسانه ويلوك شفتيه، من زود العض على اللسان دم لسانه، شي يسوي؟ ما حد جاوب. والله هذه الكلمة هي الصعبة. قال: إن كنتم تظنون بأن لهذا الطفل أما ترضعه فوحق جدي رسول الله لقد جف اللبن في صدره. ما عاد شالته وحطته بحضن أختي زينب، ترى بعد قعدة وعلى الأرض يبكون. المنظر، المنظر أذاه. وسمعت من الشيخ الكاشي وسمعت من سماحة السيد جواد شبر ينقلون عن بعض الفضلاء، يقولون بعد 3 استغاثات الحسين التفت إلى الرضيع، قال: يا ولدي أنا العلي سويت، حكيت ويا القوم ما سمعوني، اطلب الماء لنفسك، انت اطلب الماء. يقول: فرفعه الحسين فصار الطفل يعض على لسانه وشفته. المنظر كان خلاص، يعني الجيش كله راح ينكسر. صاح عمر بن سعد:
يا حرملة اقطع نزاع القوم، شوف الحسين ايش سوى بينا. قال له افتهمت، ايش اسوي الوالد ام الولد؟ قال يا حرملة اعمى الله قلبك كما اعمى عيني، الا ترى رقبة الطفل تلوح على رقبة جدي؟ كأنها ابريق فضة، ويلك اذبحه على صدر الحسين. عظم الله اجوركم، احسن الله لنا ولكم العزاء، وضع حرملة سهما في كبد القوس، صوبه نحو الرضيع، اقبل السهم يشق الفضاء، ذبح الرضيع من الوريد الى الوريد. احس الطفل بحرارة السهم، تمطأ في قماطه قطعه، استخرج يديه من القماط، احتضن رقبة الحسين وصار يضطرب على صدره، وفاضت روحه على صدر الحسين. ليلة مجلس فاطمي لا شك روح الزهرة حاضرة ويانا. قبل لا اقرأ لك الابيات وتون وياي، خلي بعد هيجك بمصيبة، خاف واحد ما نزلت من عينه دمعة. بعض العلماء من اجى يقرأ بسيرة الرضيع يقولون من ثبت السهم في نحرة اتبسم بوجه الحسين وما استغرب، قال طفل ومذبوح والسهم برقبته يتبسم، شلون يتبسم؟ قال في تلك الساعة نظر إلى فاطمة الزهرة، قالت يا وليدي تعال عندي على صدري، أبوك ما يتحمل كافي المصايب اللي شافها. ولي تلقى حسين دم الطفل بيده، بيده إيش حال اللي يذبح بحضنه؟ ونا ارفع صوتك، إيش حال اللي يذبح بحضنه؟ يا حسين شالوا ترس شفة، مشالوا ترس شفة من ورين. وين أصواتكم شباب؟ نعم هكذا. ويني وذبل السما وللقاع ما خاف، سكنة تنادي يا ابويا العطش هل ذوب صدت للخوها الطفل خايدي، صاحت صوت خويا الله، اي صاحت صوت خويا الله، يا تنتظر هالابيات من عندي مو صيح بو يسكت خيي، وجيت نفاضل بالعجل برد غليلي من الظما ذايب، خان بي دهري شبيدي على الذي رويض، جذب حسرة وحط خوخة بين ايديها ومدد. كلكم تحفظون هذا البيت، وطلعت امها من الخيم تصرخ بحال، احسن طفل ومخضب بدمك، اتكلت علي زماني لا اضل.
الحرمة شان لي تصير سلوى لتروحي لك فدا كلمة وأنزل من على المنبر. شوف الأم اللي تفقد طفل رضيع هذه مصيبتها أكثر، تدري ليش؟ يمكن يعرفون هالحكي النسوان أكثر، لأن هذه لا يخلون فاتحة لولدها ولا تجي الناس تخلف عليه، تصير بس الغبنة بصدرها. شو تسوي؟ أطني مهلة شوية. شو تسوي؟ الثياب اللي مبرزتنهم إلى ولدها مشترية إلى ثياب ومشترية لمهد، وتقول هذا بساط ولدي وهذا قماط ولدي، هذه تطلعهم وتشم ريحة الولد. بالليل كأنها تسمع ولدها يصيح، ما تنام ذيك الليلة. شوف الربابة تأذت زينب وياها، ما تنام يا جماعة، كل ليلة هي الأطفال ينامون النسوان ينامون والرباب تحوك، وزينب تقول لها رباب وين رايحة ما تنامي؟ قالت أفز بالليل مرعوبة. شنو ما شبعت بواكي؟ أفز بالليل مرعوبة وهز للمهد بيدي بنص الليل يا زينب حسبالي بجا ولد. صاير عاشور الليلة هذه عندنا. اجوا بالأربعين كل وحدة تروح إلى قبر ولدها، ظلت الرباب واقفة. اجت إلى زين العابدين، اجت تبكي الرباب لزين العباد تقل له وين قبر ابني يا سيد؟ ما سويت ولا ضريح؟ تجي الناس الزوار يزورون كل واحد، بس ولادي ما حد يزوره. قال لها تعالي يما تعالي، خليت ولادي شوف أعظم ضريح وين؟ قال على صدر أبويا الحسن. إيه عاد قعدت عند القبور، كنا تقول لزينب زينب كني أسمع ولادي يبكي داخل القبر، خاف يريدني أرضعه. هذه أبيات الدعاء شباب، خليتكم تبكون أريد الأبيات تقرونها. زينب تقول لها رباب إيش صاير بيك متوهمة؟ قالت لا يا زينب أسمع يبكي. شي يصيح؟ يما حضنيني يما حضنيني اضلوع أبويا مكس. ما طاوعتني ظليت تبكي وما ردي، اعيد البيت وسمعني صوتك. يما حضنيني يما اضلوع ابويا مكسرة بعد تريد تبكي ادري راح اقسم الماتم، الا يريد يبكي خله يبكي، ولا يريد يون ويا الرباب خله يون. يما حضنيني يما حضن اضلوع اسمع اسمع ومن تذكريني من تذكريني شو اسوي؟ هز المهد يا الطاهرة يما حضن يما اضلوع ابويا مكسرة قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري يما الحسين انكسر صدره ابا حطك على لا تدفن الطفل الا عند والدي فإنه لا يطيق اليتم في الصغر رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش بللوا أحشاه بالقطر. اللهم صل على